متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، أسعد الله صباحكم. هنا من مدينة السفير نقول لكم عيد مبارك سعيد، يدخل لكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر أنتم والأحباء ديالكم والأقارب ديالكم بإذن الله. إذا نحن حاليا متواجدين بالساحة الكبرى ديال المسلة، للأسف كتشوفوا معنا هذا المشهد، ما كاين حتى شي حد اليوم بسبب كوفيد، بعد ما تم الإلغاء ديال صلاة العيد في الأماكن العمومية والاكتفاء فقط بأداء ديالها في المنازل ديالنا. لنا صباحكم مبروك كاملين متابعينا ومتابعتنا الكرام، علينا وعليكم الإخوان، شكرا لكم بزاف. أنا عيدكم مبارك سعيد، شكرا شكرا لكم. إذن المصلى ديال جنوب مدينة أسفين، مدينة أسفين كانت عندها جوج ديال المصلات، وحدة في الشمال وحدة في الجنوب. إذن هذه ديال الجنوب هي اللي كتستقبل أزيد من 100,000 مصلي يوم العيد، اليوم هي فارغة تحت. بدنا ابتداء من 7:30 الصباح، ابتداء من 7:30 صباحا غتكون صلاة العيد في المنازل ديالنا، ديوها لأول مرة في المنازل ديالنا صلاة العيد الأضحى، غتكون قريبة، غيكونوا فقط في المنازل ديالنا لا غير. نقراو بعض التعليق ديالكم. بالخير مبروك العيد اخويا، علينا وعليك. نور الدين صباح الخير عليك. محمد علينا وعليكم اخويا، ادخل عليك ان شاء الله بصحه وسلامه وطول العمر. فؤاد عيد مبارك سعيد عليك اخويا. حمزه الوداد اليوم اخويا ان شاء الله. اذا عبد الحميد علاش ما صليوش صلاه العيد؟ اذا السلطات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، أيضا المصالح الصحية وزارة الصحة، أو أن من المستحسن التفادي ديال 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 تواجد كثيرات كثير اللي غيكون هنا في المصلات. فيروس مازال كيدوز، شتو البارح تسجلات فوق من 1000 حالة في المغرب. هنا على سبيل المثال مدينة أسفي مازال كيتم تسجيل يوميا ديال عدد إصابات فيروس كورونا، لأن لا قدر الله الله يحفظ تقدر توقع شي كارثة لا كانت صلاة العيد. إذن سعاد عيد أضحى مبارك سعيد على جميع المسلمين، الحمد لله رب العالمين، علينا وعليك إن شاء الله. منال علينا وعليك شكرا. حكيم السلام عليكم مبروك عيدكم جميعا، علينا وعليك أخويا. رضوان علينا وعليك أخويا. أم وليد صباحك مبروك. لا إله إلا الله أبو عفاف نشاط، الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل، الله يعطيك الصحة. إن شاء الله السنة المقبلة بإذن الله ما نشوفوش هاد الشيء. مومو كيقول هذه مناسبة يزيد القوي الإيمان إن شاء الله، آمين إن شاء الله. أتقدم لكم بأحر التهاني والتبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمين والبركات، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة يا رب. أبو عفاف نشاط تحية لكم. أهلا عليك. علينا وعليك اخويا شكرا. مبروك عيد احمد من حد السوالم، من حد السوالم ما كاين خويا احد الذبيحه خويا احمد الخضر 38. اذا امنت من صباحا انا ما اعتقد
عندنا الناس اللي موالفين كيجيو لنا المصلى، واحد المشهد كيكونوا فيه الالاف ديال المواطنين كيجيو من مختلف مناطق جنوب اسافي، اللي كيبلغ العدد ديال المواطنين هنا جالوا مدينه اسافي 130 الف نسمه. تن كتكون فعلا الدنيا عامره وكل شيء جاي، هذاك صباح العيد كل شيء لابس الحوايج التقليديه وهازين الصلايه ديالهم كيجيو يدو صلاه العيد في واحد الجو جد رائع. يعني مش هادي يحسوا في النفس انك اليوم كتشوف الشارع فارغ، الشارع الموافق كيستقبل الالاف ديال المواطنين اللي كنلقاو صباح العيد هنايا. هاد الصباح ما كاين حتى حد هنايا، الى هنا متابعي ومتابعات قناه شوف تي في كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، عيد مباركم، عيدكم مبارك سعيد يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر، نلتقي ان شاء الله في صلاه العيد السنه المقبله باذن الله، يكون ربي يرفع علينا هذا الوباء. ندعيوا الاخوان مع الناس المرضى المصابين بكورونا، الموتى ديال الكورونا ديالنا، ندعوا لهم بالرحمه ان شاء الله في هذا اليوم، الله يرحمنا أجمعين.